أنهى الجيش الأوكراني تدريبات عسكرية للوحدات القتالية العاملة في إقليم الدنباس شرق البلاد، وأفاد بيان القيادة العسكرية بأن الجنود التابعين لوحدات الدفاع الصاروخي في القوات الموحدة الأوكرانية أجروا تدريبات تحاكي الانتشار في منطقة معينة وإطلاق الصواريخ على أهداف محددة. وأشار بيان القيادة العسكرية إلى أن أوكرانيا ملتزمة باتفاقيات مينسك، وأن الأنظمة الصاروخية تتمركز في مناطق سحب الأسلحة الثقيلة خلف الخط الفاصل. ولفت البيان إلى أن الجيش الأوكراني قادر على نشر هذه الأنظمة الصاروخية باتجاه العدو إذا دعت الحاجة.